اقترح المواطنون لحل مشكلة التزود بالمياه ربط حيل وهاس بقرية العمر قويدر باعتبارها أنجع حل بعدما جمد مشروع البئر الألبية وبعد أن وجدت مياه آخر بئر مالحة جدا. السكن الريفي الحمد لله تقريبا راها كما يقولوا كل استفادت ومازال شيء قليل. ان شاء الله نطالبوا على ابار يحفرونا ابار ولا يشوفونا حل مثلا يجيبونا من قريه الديف الفلاحيه ولا كذا. والحمد لله تسمى المشكل تاعنا الرئيسي هو الماء. القريه هذه راها قريه مهجوره، الماء ما مكانش، ورانا نطالبوا في الغاز وحشاك الزيكو ثاني رانا في مزريه فيه. بلديه ولا جلال تقترح مشروع التزود الذاتي المتمثل لإنجاز أحواض تملأ بسهارج البلدية. إنجاز حفر بئر بمنطقة السوارق، ولكن هذه العملية كذلك عرفت دخلت في عملية التجميد مع الآبار الأخرى البئرين الألبيين الآخرين في منطقة سواء في الحبال أو في منطقة كف تراب. ولهذا الغرض قامت البلدية بتسجيل عملية في إطار التمويل الذاتي. هذه العملية تتمثل في إنجاز خزانات للمياه لفائدة المواطنين بمنطقة الوهاس. عدم توفر هذا الحي على متطلبات السكن اللائقة ساهم في تنقل السكان إلى المدينة ولم يمنح أي فرصة لتوسعه وعمارته، فكثير من هذه المنازل هجرها أصحابها ويهدد الباقي بالرحيل إذا استمر الحال هكذا.